الحنان يصعب علي يا ما تتبعني. حازي يا جعر منك لوم، عارفين اللي مش هيدفع القداوي يا بلد فراخ راح عند فريش وبيدي. طب مش دافع على الهدى فضري انجر وادفع القداوي وتتفرج على العفريت. لا ما عايزش اتفرج على العفريت. والله يطلع لك ريش يا ابن فريخي. طب ايه رايك باقي ان الغولة هتبوسك من حانك فرنش كيس. لا الحاجات دي عيب وحرام. بس يا واد يا سميضة كفاك فرج على الافلام. اسمعوا يا بلد، اوامر منظور بيه ان كل البلد لازم تتفرج على العفاريت غصب عنيها، واللي مش هيتفرج على العفاريت هنرميه للوطويات وهتتسمي بهايمه. ايه. وهتتحرق ارضه. ايوه. وهيتحلق شنبه. ايه. ويبقى كيف النسويين. سامع يا سميضه؟ لا مش سامع. بس يا ود وخدوا من الخبر ده. ما بلاش الخبر ده. بس يا عطيه اللي تاوى من هنا ورايح هتبقى جطاج طاجين. ايه الجبروت ده؟ ايه ده؟ وسع يا ويل مندور به وصال. حلو يا ده ابراهيم الولع. خبريه مالكم عاملين زيت وزنبليطه ليه على الفاضي؟ في ايه؟ قلنا لهم اللي تاوى زادت الطاقين هاجوا ماجوا. هاجوا ماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا ماجوا. طب معلش احنا متاسفين يا جماعه اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجوا ماجوا ده الطاق مش طاقين، عشان خاطركم الطاق 40 طاق. ليه ونجيب منين يا مندور بيه؟ ده احنا غلابه ما حلتناش اللضا. ان شاء الله عندكم ما جبتم ولا شفتوا العيشه وتموتم. أنا ما بكرهش إلا اللي زيك الغلابة اللي يقولوا إحنا غلابة دول. أنا مالي؟ أنا مالي؟ ده جزاتي اللي مخليكم عايشين في أرضي وأرض أبويا وجدي، ومش كده وبس، عامل لكم ملاهي وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا. عندنا ملاهي عندنا ملاهي. هلم كل مليم دفعته يا بلد. قلت يا سميضة؟ لا أنت بتبرق لي يا سميضة؟ أيوه يا سميضة بيبرق لي. طب يا سميضة انا هخليهم يفرجوك على حاجه عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي. فرجوه. ايه يا سميدة انبسط؟ قول لناسك واهلك شفت ايه جوا يا سميدة. ما قدرش ما قدرش يا تقول شفت ايه جوا. ما قدرش ما قدرش. حب على يدك ما تدرني. ما قدرش حب يقعد على يدي زي ما قلت. اسمعوا اي واحد فيكم ممكن يدخل المكان ده مكان سميضة وهيشوف اللي عمره ما شافه. كملوا عليه ادخل سميضة. حرام كفاية حرام كفاية حرام كفاية فيكم مش هيدفع القداوة. لسه باقي 200 غور ياد وربنا لغور. ومن فيكم يا اهل البلد مش ناوي يدفع القداوة؟ انا مش هدفع القداوة. نسيت يا رب ايه الاحجام دي. انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمه دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل واخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان اشوف الغوله والعفاريت. ده انت هتشوف الغوله وام الغوله كمان وببلاش. احنا عنينا رجاله الجبل والجايين من الجبل. تعال يا حلو تعال هتشوف الغوله. اوقف هنا. اوقف هنا؟ اوقف هنا انا فرجيك الغوله. لا انا اشوف. اوقف عايز تشوف الغوله؟ ها انا برجيك الغوله. ورهاني اهدي. حلوه الغوله. اهدي خلاص يا خدور بيه حاط علي. لا استنى لسه فيها حته. انا امي عايزه اهدي. امي عايزه اهدي. وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع لك تاوى. انت مش تدفع حاجه خالص. خلاص اخر حاجه هتدفعها. يا نهار اسود يا نهار اسود. كفايه انا من رجالتك يا بندور بيه. استحملني فاضل الاربعه نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفايه كفايه الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج ابراهيم الحلال. كبرت وحلوت
نجيبها لك. ملكوش صالح، شوف الولية قطعه فين، خليها تجيبها على المضيفة، خليها قلعها على الاسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج يا راحت فيه. والله ونلت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب، وعملت ملاهي الشيطان ونفذت وصية ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك، انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوة، ولغيت من حياتي حاجة اسمها شفقة ولا رحمة. مش هنسى ابوي، اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك، ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين، ودخل جدي خلص عليكم كلكم، رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطرة. اول مرة قتلت فيها كان عندي 12 سنة، واول مرة اغتصبت فيها كان عندي 12 سنة، واول يوم حركت في غطان للغلابة كان عندي 12 سنة. بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل، لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة، دول عايزين الحرق. يا رب يا رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر. العوافية مندور بيه، جبت لك ست البنات. جر يا بيت، جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه؟ استني يا ولية رغاية، انت جاية جاهزة احمر وملعلط. لف يا بيت، بس يا بيت دوختيني. وقفوها، وقفي يا بيت، وقفي. ايه قولي لي يا ولية، ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا مندور بيه. كله هيبان، ما احنا ما هنلعب مع بعض، هنشد بعض، هيبان. لعبي حواجبك يا بيت. بس خلاص خلاص، مجنونه باين عليها ولا هبله. حواجبها دي بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف، احنا برضه ما نغازل بعض، انت خبره شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي، لم يا وليه تجلبيه، لم يا بيت. والجسم ده خساسان ولا شافطه؟ لا طبيعي يا مندور بيه. حلو، والجوره دي مفروده من عند ربنا ولا ضربه بوتوكس؟ لا 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 لا، مفروده من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمه قلتها لي. حاضر. عشان لو كدبت في كلمه انت خابره ايه اللي هيحصل لك. حاضر يا مندور بيه. ادي الوليه دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا مندور بيه؟ حرام عليك يا مفتر يا ظالم، طلبت مني صبيه حلوه، جبت لك ورده مفتحه ولابسه احمر زي ما انت قلت. حرام عليك، حرام عليك يا مفتر، اعمل ايه ب 50 قرش؟ مفيش حاجه يا مندور بيه. خدوها، قطعوا لها رقبتها. لا يا مندور بيه. وطلعوا اللسان وقطعوها عشان الغولة بتحب اللسان. حرام عليك يا الله. أمري. قطعوا دراعتها. ده الظالم قال. تعالي يا بت، تعالي يا بت. رمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي، عشان ما تضيعيش، انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده، تيجي مظبوط رقبتك هتطير، فاهمه ولا لا؟ كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه، هقطعها قطيع. ما عنديش يعني ما ها. ايوه ايوه، ودخلت وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك، هعديلك الغلطه دي. بوسي. كفايه كفايه كفايه، إيه انت جعانه ولا ايه؟ بوسي. خلاص كفايه، خلاص خلاص، خلصنا خلصنا. عايز اقول لك على حاجه، الرعب اللي انا مسببه للبلد دهون، والشر اللي انا بسه فيه، كل دي كوم، ده منظور تاني. لكن منظور بيه مع الستات حاجة تانية خالص، تلاقيني هايف، أحب الدلع أنا وأحب الحريم. إيه بنت الحلاوة دي؟ ما شاء الله، إيه دي؟ ودي كبيرة حبتين. ده حلق يا مندور بيه. أيوه 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 أيوه، ربنا يزيد. بت يلا يا بت، كبسي ظهري يا بت، كبسي. يخرب بيتك، مال يدك تقيلة ليه؟
مش يد ست ديد يد راجل مالك من تدك حلوه زي الفل اهو. ازيك يا بنت يا صبري؟ مالك يا بنت في ايه؟ في ايه يا بنت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس مين لابس مين؟ انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعملي هاني دلوك يعني انت مين ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك ولا انتوا التانيين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الولية دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ طيب ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلت يا عم ثروت. انا اطلع بره وانتوا التانيين تحبوا بعضيكم انتوا صبرين وخذ راحتكم الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزتوا حاجه اوقف وقولي يا مندور تجيني خدام تحت رجليك بس ابو سيدك فكاد يا عم ثروت. سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده يعني بخاف يعني شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه بس انا بخاف اعمل ايه؟ اعمل ايه يا عم ثروت؟ تعال هنا ولا هنا ولا ما مش هاجي يا ثروت. تعال هنا حياتي انا مين انا جاي يا ثروت؟ تعال هنا انت يا زفتها ساي أوامرك يا مندور بيه. عملتوا ايه في الولية اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو 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 الحمد لله. ليه يا مندور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياة النبي طب سلم على ست الحسن والجمال. ازيك يا ست الحسن والجمال؟ اهلا اهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها انت مين؟ قول لها انت مين؟ انت مين؟ انا ثروت. يلا خد على الزريبة يا مفيرة تسيبها لوحدي. امشي امشي خد هترتاح يا عم ثروت الزريبة كل زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا. امشي امشي لا خدها انت خدها انت. امشي امشي روح يا عم ثروت روح روح. اسود ده الا للسودة دي ده الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلام قوله من رب رحيم. مين؟ أني ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة. عايز مني إيه؟ أني موجود معاك يا عم نمرة السرايا. عايز مني إيه؟ أني حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي وانا زي ما انت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان. انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف بس الحماية الاول. بجد هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم ثروت واهم حاجة ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده نتقابل في الملاهي. اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامة انت بالسلامة. استبيني استبيني. الحمد لله الحمد لله. يا سعادة البيت بتكلم راجل شرير مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبه كله خايف ومفيش حديد في البلد غير على الغول الغول الغول. ايوه مندوره بالذهب مسيطر. سلام بتكلم مين يا مندور بيه؟ لا ده النمره غلط. اهلا وسهلا بالرداله. خير داخلين مبرقين كده يعني مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجه. تقول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا عطية. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا زفت الطين. في ايه؟ إراد كل مادة في النازل. إراد ايه؟ هو احنا لسه جمعنا المحصول؟ انت فين والقصف فيه؟ إراد الملاهي. اسم الله على جنابك. اسم الله عليك انت يا اخوي. ملاهي ايه؟ ملاهي الشيطان. الإراد ماله؟ في النازل. ملاهي ايه؟ الشيطان. الشيطان؟ الإراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد انا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا ايه؟ امال الطوابير اللي انا شايفها ليل ونهار ديت بيلعبوا المراديح اللي بيتفرجوا على العفاريت؟ لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو اديك قلت بعضمه لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ ايوه. اي امال انت جاي تقول لي ليه الايراد بيقل؟ يبقى انت زي ابوك. وابوك كان ايه؟ حرامي. ايوه انا نسيتك انت ابن زكي. انت ابن زكي يا ابن الحراميه. وانا بكهربك ده انا بديك باليدات. عايز تسرقني؟ فين يا ياد؟ اتعادل وقول لي مين اللي بيقول لي يا ولد النصابين؟ ليراد. ليراد بتتكلم؟ يا صدقوا عطية بيقول الحق يا مندور. مندور؟ انت نسيت مندور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا مندور بيه ما تظنش فينا السوق. امال اظن ايه؟ يبقى انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا مندوره بالذهب اقطع الثلاث روس دول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحني يا مندور بيه. قول لي الحقيقه الناس عايزه ايه؟ يلا
تمشي تخاف من العفارية، عايزين يشوفوا الغولة ما تنام فيها. ايه هاد الاداء الاوفر دي؟ يشوفوا الغولة ما تنام فيها. زاد نفسيه هتلهم غولة. غولة ايه منظور بيه؟ ما احنا دفنينه سوا. ايوه صحيح، ده احنا ما عندناش غولة ذات نفسيه. طب هنعمل ايه؟ بس جات الفكرة، احنا عايزين غولة غولة صح؟ ايوه. يبقى نعمل كاستنج. ايه الاشكال اللي بتجيبوها دي؟ لفي افرد يديكي وعالبيه، يلا خاف منيها واخرج على طول. السلامة. هنعمل ايه؟ استنى جات الفكرة. عارفين مين تبقى الغولة؟ مين؟ هات البنت صابرين الملبوسة دي. يا سلامة منظور بيه، لو ملاه الشيطان دي ترجع زي زمان. هترجع وشرفك لترجع عطية واقوى من زمان، وهتلاقي الطوابير لحد اخر البلد، وهنكسب والفلوس هتلعب معانا تاني. الناس عايزة ايه؟ عايزة الغولة، عملنا لهم غولة. مش زبطتوا صابرين؟ خلاص انتهينا، ما تخافش. بس انتوا خلي بالكم من شغل، ما تقفوش مبرقين كده بس والناس تدخل من وراكم. ها اصحوا. عارفين يا بقرة انت وهو لما الفلوس تلعب معانا تاني هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هجيب ميني كوبر. طول عمرك طموح يا منظور بيه. لا ونزيه. واللي في يدك مش ليه، واللي ليه مش ليه. يعني ايه الجمله؟ يعني ايه اللي ليه؟ هو اي كلام، هو اي كلام. شوفوا الزفت اللي بتجهزوها بقالكم يومين. يا عيسوي اهو عيسوي جاء. وش يا ملبوسي؟ يلا اهي جهزت يا منظور بيه وبقيت 100 100. صابرين صابرين عابت قوم يا عقل انت. اقعد يا بت اقعد. تذاكر جاهزه؟ جاهزه. مش عايز دلع في الملاهي ها؟ ايه؟ ايه بتزوم في وشي ليه؟ لا دي مش صابرين، مش صابرين، دي غولة بجد. ضحك عليكم حد جاب لكم غولة بجد. عطيه. لا رخان. لا عطيه. لا تعال خايف. عطيه. لا منظور بيه، منظور بيه. اللي عملناه في الخلق هيطلع علينا، اللي عملناه في الناس طلع علينا. بص ما جرب بتزوم ازاي؟ شكلي تشليت. ايه يا منظور بيه؟ تشليت. العصاية وقعت. ما توقع العصاية، بقول لك تشليت، بقول لي عصاية. أنا خايف الناس. روحوني. من تفبيتك يا منظور بيه. لا ده مش بيتي، مش دخله تاني. وأنت براحتك، برطع براحتك فيه. يعني انتوا مستنين منزف من الخوف قدامكم. شلوني محمد يا ولد، شلوني محمد، شلوني شلوني ادري يا ولد. مفيش. أنا بس قلبتوا دماغنا، مش اللي هيعلي صوته والله ما واقف. انتهينا، هنقلب ضب وشكم مش هنبيع. أنا دماغي ده وجعاني واحدة واحدة. أنت فرن المعلم حنفي. استنى يا رخاي، أنت عايز إيه؟ 10 الغفة اللي معاك كم عايز؟ هما 3 الغفة. بالسلامة. ليه 10؟
مع السلامة. هات يا حبيبي. الله يخليك يا اخويا. لا امسك فيها واحد. اقول لك هات هات، ما تحمدش ربنا. تعال هنا تعال هنا، هات الرغيف، ما تجيش تشتري من عندنا تاني. استنى انت شوية. بجنيه؟ قاعد انت ومين في البيت؟ انا ومرات وابني. انت ومراتك وابنك؟ امسك اتنين انت ومراتك. استنى يا عاد، خد النص لابنك. يلا بالسلام. بس استناني انت شوية. خمس ترغيفة يا معلم لو سمحت. خمس ترغيفة ليه؟ انا والوليدة والعيلين وامي. امك قاعدة معاك؟ ايوه امك قاعدة معاك. طب ما ينفعش تاخد لها ايه؟ المعلم ده ايه ده؟ انا عايز افهم ده لقمة ده ولا رغيف؟ هو عيش هتاخد ولا مش هتاخد؟ هو كده امسك ادي العيلين. ايوه وانت والولية وامك ست كبيرة دايلابك في معدتها. انا عارف ازاي، ما هي زي بني ادم محتاجه زينا. ان شاء الله عنها ما طفحت وانا مش بايع لك. عايز حاجة تانية؟ طب خلاص هاخدهم يا معلم هاخدهم. والله العظيم ما انت واخدهم. الله يخرب بيوتكم. الله يخرب بيوتكم. احنا بنطفحكم. يلا ده انت شعب النهارده. سيك يا ولية. يلا اتكل على الله. انا مش هبيع. شطبنا. اقفل ايد النار دي. يلا بالسلامه. بكره العيش ناشف. العيش ناشف. يلا يلا يا راجل تقومني. اقفل ايد الفرن. صباح الخير يا معلم حنفي. صباح الخير يا معلم حنفي. انت كنت فين الصبح؟ انت جاي متاخر الصبح وساب المعلم حنفي بقوته في السوق ابيع عيش لعامة الشعب. انت جننت يا صبحي. سامحنا يا معلم، اصل وانا جاي التوك توك اتقلب وقعت على ركبتي اتجلطت. ايه اللي حصل؟ وقعت على ركبتي اتجلطت. انت شكلك كذاب، شكلك كذاب ومرتبك. انت عامل حاجة؟ لا يا معلم. انت عامل حاجة؟ مش عامل لا حاجة. لا وايه الخرفشة دي؟ ايه؟ في صوت خرفشة. مفيش يا معلم، ده كيس. كيس؟ انت جاي تخوفني في الفرن بتاعي يا صبحي؟ ايه اللي في الكيس يا صبحي؟ مفيش حاجة يا معلم. لا انت مضطرب. لا مفيش حاجة. انت مضطرب. يعني ايه يا معلم؟ لا في بلوة في الكيس ده. لا 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 لا، اوعى تكون جايب لي تعبان ولا حاجة. مفيش حاجة يا معلم. طب ما تشوف. ده كيس فيه اشياء. فيه اشياء؟ وريني، مد ايدك وريني وطلع. اهو. يا نهار ابوك اسود. عيش فينو يا صبحي؟ عيش فينو؟ وجاي لي بيه في الفرن البلدي بتاعي؟ قصدك ايه؟ قصدك تقول لي ان انا بلدي؟ انا بلدي وبحب البلدي. وريني فيك ايه تاني؟ وري. يخرب بيتك. جبنا نستو يا صبحي. جبنا نستو يا معفنين. وعيش فينو؟ هو عادي كليك في السياسه من ورايا. لا سياسه يا معلم، انت مكبر موضوع قوي. ده واحد صاحبي جابهم لي عشان افطر بيهم. انت شكلك كذاب. لا وربنا شكلك كذاب. لا صاحبك ما يعملش كده تاني يا صبحي، فهمت؟ حاضر يا معلم. يمين بالله الحاجه دي لو اتكررت تاني يا صبحي لا هطردك ومش هتاكل عندي عيش ثانيه في الفرن. وغير كده وكده بقى ايه؟ هتشوف اسوه المعلم حنفي. اسوه ايه؟ المعلم حنفي. ايوه حنفي. انت يا معلمة يا حب الحب يا حب الحب يا كيداهم خليتي قلب عجينة. تقولي حنف يجي كده، حنفنف يجي كده. أشغلك إيه؟ أشغلك الحب الحقيقي ما بينتهيش. الحب الحقيقي يا حب الحب. يا بكاش البكاشين يا كيداهم. مالك يا حبيبتي في إيه؟ ولا حبيبتك. ايوه حبيبتي. حبك برصي حنفي. قوم يا اخويا اقف وانت بتكلمني. لا انا بحب اقعد على الكنبه براحتي. اسم الله. في ايه يا كيداهم؟ تعالي بس ارتاحي. تعالي داخله النبشه ريشك ليه كده؟ ما نفشوش ليه يا اخويا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. صدق بالله وحشتيني، وحشتيني بجد باخلاص. وحشتيني؟ ايه وحشتيني دي؟ اما بشوفك بطاري بالشين بتضرب مني. بحبك يا كيداهم. مالك فيكي ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ حنفي الحبتين دول ما تعملهمش عليا يا اخويا، ما تطلبتش معايا. ومبروم على مبروم ايه؟ ما يقفلش. لا يا عينيا ما يرلش. ده انا كيداهم ورحمه اللي جابوا ابويا وامي يا حنفي. لو خرجت من البيت تاني من غير ما تستاذني لفرج عليك اهل الحاره كلهم. وما هدخلك البيت ده تاني. وانت عارف بقى كيداهم واسود كيداهم. هو ده اللي معصبك؟ لا انا استاذنت، كتبت لك ورقه وسبتها لك على الكومودينو. انت اللي ما قريتيهاش. اهدي كده، في حاجه تاني معصباكي وقلقاني بصراحه. بصراحه بقى معصبني في الجوزين اللي فاتوا اتجوزت عليا مرتين، ويا عالم هتتجوز عليا مين تاني؟ لا لا الجوزين اللي فاتوا ايه وجواز ايه تاني؟ خلاص توبنا الى الله. دي كانت نسوان كده يعني تحس انها مراهقه. تقلك بقى يا دام. خلاص كل دول كانوا ناس زواج. انت الاصل. والله انت الاصل يا ابيض. اهدي بقى كده. طب ايش كلمه حلوه كده تطر عليا نار الفرن قبل ما تمشي. في عينيا في نور عينيا. كبه وكبه ومن يوم كبه. الهي اشوف فيك يوم يجي لك ويحط عليك يا حنفي،
يا رب ما بحس تسوي تيجي تلم عليك اللمة. الله ينتقم منك يا شيخ. معلم في ايه يا شيخ؟ معلم في واحدة برة بتقول اسمها جينيفر لويس. مين يا عدي؟ جينيفر لويس. لويس الله يخرب بيتك. جينيفر لويس. جينيفر هي دي يا معلم. هي اللي في العربية. ايوه يا معلم. شوف ربك الكريم عايز يفرحني بعد الهم اللي كنت فيه. جينيفر جينيفر جينيفر. ايوه ايوه الله يفرحك يا عد. هديك 15 رغيف تروح بيه. الله عليك يا معلم. يا اهلا يا اهلا. الروائح بتقول هي جينيفر جينيفر جينيفر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الفرن والحاره والمدريه كلها نورت. اصيله من يوم ما عرفتك وانا قلت ان انت بنت اصيله. لسه فاكراني لسه فاكراني فاكره معلم حنفي. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ دخلتك بالعربيه نسيتني كل حاجه. انت هات. ايوه معلم. احرق العيش واقفل الفرن خلاص. ولا فرن ولا عجين ولا عيش. خلينا في المهلبيه. يا مهلبيه يا مهلبيه. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم إبراهيم. يشهد ربنا إن أنا كحنفي عمري ما نسيتك يا جينيفر. عمري. أي نعم اتجوزت كيداهم بعد ما سبتيني، بس أنت سبتيني وأنا راجل ليا كرامة وعزة نفس. جوزتها برضو ما نسيتكيش يا جينيفر، وجوزت التانية والتالتة. إن أنساكي؟ مش عارف أنساكي. ده أنا من أول يوم أنت عملتيلي إيه؟ سحرتيلي. انت سحرتيلي. لقيت نفسي فرن بلد قلت السله. اشتغلت في الفينو وفي الباتون ساليه وفي ابو عجوه الحلو دوت. برضه ما نسيتكيش يا جنيفر. بشوفك في كل الاوقات. برمي العجينه في الفرن عشان العيش يقب. انت عارف احنا بنبططه كده ونحط دقيق وبتاعه وبنرمي. العيش يقب بشوف وشك في القبه. اعمل ايه؟ انت عملتيلي عمل وربنا عملتيلي عمل. بس انا عاتب عليكي. هنفضل لحد امتى تخبطي مشوار من امريكا للشرابيه عشان نتقابل؟ وبنتقابل يا عيني يا فزقاء يا فحاره زي اللي بيبيع بانجو لمؤاخذه. فانا رايي كمعلم هنفي يعني ان احنا نتوكل على الله ونكتب الكتاب. قلتي ايه يا جنيفر؟ الف رحمه ونور تنزل عليك يا معلم ابراهيم. طبعا مش في الحل غير في التلفزيون والحش. ابوكوا نايم ساعة بعد الظهر. انزلوا الفرن هوا على عيش. ده الرزق اللي بتدفعه منه. مش فالحين غير ماشي مع الشباب. حضرتك ماشية مع سعيد وانت مع اسماعيل. لا ده هيتجوزك ولا ده هيتجوزك. ونهايتها تفضحوني. امكوا فين؟ في المطبخ يا بابا. هي عندك. تهبب ايه؟ بتقطع مواسير بالسطور. السطور كبير. شوفه بنفسك. مع الخير يا ست الستات. يسعد مساك يا عيون كيداهم. ايوه كده ان شاء الله ما شاء الله. قمر واقف في المطبخ. تعيش لي يا راجل يا حياتي. بقولك ايه كيداهم؟ سيب السطور ده عشان عايزك في كلمتين مهمين. خير؟ خير ان شاء الله. لا في حاجه. طالما قلت لي سيب السطور يبقى في حاجه يا حنفي. اللي حصل مش حاجه كيداهم. انت قلبتي فجاه كده ليه؟ انا بصراحه عايز اتكلم معاك في موضوع هيحدد مستقبل الأسرة دي. مستقبل الإيه؟ الأسرة. أسرة إيه؟ أسرة إيه يا أبو أسرة اللي أنت بتتكلم عليها ها؟ تعالى ليه هنا؟ أسرة إيه؟ أنت عامل مصيبة ومحضيها عليا يا حنفي ولا إيه؟ يا وليه بنات؟ أنت يا وليه؟ اتكلم يا وليه؟ فهمني يا وليه بتهزقيني قدام بناتك عيب كده؟ أنا ما حدش لعب في دماغي. أنا اللعب كله في قلبي. قلبك؟ سلامة قلبك. أنا عايز أقول لكم موضوع يستحسن تسمعوه مني قبل ما تسمعوه على قناة الإف إم. نجوم اف ام. ليه يا حنفي؟ نويت ان شاء الله تغني يا حنفي ولا ايه؟ تغني ليه وانا معلم عره؟ ده انا قد الدنيا في السوق. يلا بقى زي ما ترسي. انا بصراحه هتجوز. يا لهوتي يا بصتي. يا لهوتي يا لهوتي يا حضره قلبي. ابوك هيتجوز عليا يا بنات. تتجوز يا حنفي؟ كفكش اللي انت عملته قبل كده يا بابا. عايز تتجوز على ماما تاني؟ ايوه ما كفنيش وهتجوز على ماما تاني. كمان بتقول اكيد يا اخويا هتتجوز واحده كتعت لي بيك يا حنفي. كتعت عليه؟ شايفاني ماشي بعرق في الشقه؟ ده انا سيد المعلمين اوليا. انا هتجوز ست الستات جينيفر لوبيز. يا لهوتي يا حنفي. إيه؟ وكمان هتتجوز عليا لعيب كره يا حنفي. يا بت... لعيب لعيب كره يا حنفي. يا ولية بتضربيني بالركبة قدام بنات. شوف اياه بسودة مني يا حنفي. يا ولية يا ولية يا ولية يا جهلة يا جهلة. على الساعة
لعيب كوره ايه؟ دي ست الستات مطربه عالميه، الشباب كله في العالم بيعمل عليها كده، وهي اختارتنا انا. اختارتك انت؟ ده انا اللي هجيب اجلك النهارده. شفتني ايه اللي حنفي؟ ايه؟ لمها يا حنفي. مش لمها. خلي اليوم يعدي على خير. ان شاء الله عنه معدي. اغزى عليك يا حنفي، اغزى عليك. تسيب كيداهم ام بناتك الحلوين المقاطعتين دول عشان المطربه المشهوره بتاعتك دي؟ تسيب ام عشان جينيفر لوبيز. ده انت يومك النهارده اسود، ده انا هخليكم تصوتوا عليه النهارده. صوتي بقى وتلاقي كده يا حنفي. ايوه كده كده برضو. ايوه كده. خلي عندك كرامه اطلب الطلاق بقى. ايه ده؟ الله يسامحك يا حنفي. ان شاء الله يسامحك. قولي الله يتقل بينك زي ما انت علقت قلبي النهارده. اشوف فيك يوم شيختني ليلة الكهرباء في الطرقه ونخلص منك. بابا انت بتهزر ولا ايه؟ ليه بهزر؟ ليه شايفاني بشقلب على السفره؟ انا هتجوز الست جينيفر لوبيز، هي عندها حفله هنا وقررنا نكتب الكتاب قبل ما تطلع على المطار. بابا انت عيان؟ وبعدين هتشوفها فين جينيفر لوبيز دي عشان تتجوزها؟ اسمها جينيفر لوبيز؟ الله يخرب بيت فلوس اللي ضاعت عليكم في التعليم عشان تعرفوا تتكلموا انجليزي. اسمها جينيفر لوبيز، اسمها جينيفر. جينيفر يا جهله يا بنت الجهله. وده حصل امتى ده؟ في صيف 92، كان يوم تلات، في شارع خالد ابن الوليد في سيدي بشر. كنت رايح اجر مايوه بوتوكا ده عشان كنت عايز انزل البحر مع اصحابي. كنت لسه صبي صغير وشغال عند المعلم سيد قدره. بتضحكوا ليه؟ الله، هو ابوكوا اتجنن ولا ايه؟ لا بعد الشر يابا. والنبي يا بنت توسى فالة دي، ازاي انا اتكلم وانتوا واقفين تنمروني وتوششوا بعض؟ تعالي هنا، تعالي هنا، انباري انباري انباري، ارجعي تعالي هنا، تعالي هنا بنت، تعالي هنا، انباري انباري، ارجعي. المهم الست جينيفر كانت جايه تعمل حفله في اسكندريه، وجات الفرن تشتري عيش زي ما خليق ربنا، وشافت العبد لله. كانت الهيئه غير الهيئه. شوف انا جميل جمال غريب دلوقتي، الاول كنت احلى قمر قمر. بصت في عينيا كده وبدات قصه الحب. هتتجوزوا امتى بقى؟ ان شاء الله هنتجوز. حبينا بعض حب عظيم، حب ما حبهوش سيد لسيده، ولا عنتر لسيده، ولا روميو لسيده. وقررنا ان شاء الله نتجوز. انا مش مستريح لكم. لا انتوا بتتريقوا عليا. تعبت، بقول لك تعالي. تعبت، تعالي هنا، بقول لك تعالي. انباري انباري، ارجعي. تعالي تعالي، بقول لك انباري انباري، ارجعوا. انا ان شاء الله هتفركش الاسره وهيتمكم وانا عايش. بس انتوا مش مصدقين صح؟ طيب مش بتعرفوا تسمعوا راديو؟ عندكم راديو؟ عندنا يا بابا، انت اللي جايبه. انتوا بتكلموني وانتوا بتضحكوا ليه؟ وانا اتجننت؟ انا هثبت لكم. استنى اهي قناه الاف ام. النهارده يا جماعه عرفنا خبر الموسم، المعلم حنفي الفران من الشرابيه رفع راس رجاله بلدنا كلهم، وهيعقد حرانه على مين؟ على جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت الاكسنت بتاع الدوله اللي باظ. اسمها جينيفر لوبيز يا بهيم انت كمان، اسمها ست جينيفر. جينيفر، انا اسف يا معلم حنفي، انتوا مصدقين يا جماعه جينيفر لوبيز هتتجوز المعلم حنفي الفران؟ وعلى فكره الخبر ده حقيقي مش اشاعه، والمعلم حنفي لسه مأكد الخبر بنفسه. ومعانا اتصال من مودي صديق البرنامج. انا بتصل عشان ابارك للمعلم حنفي الفران واقول له دي ضربه معلم وخطوه مؤثره نحو فتح اسواق مخابز بلدي في الخارج. يلا غوروا في داهيه قبل ما امكم كمان يغمى عليها واخلص منها. هتجوز يعني هتجوز ان شاء الله على انقاض الاسره دي. يا انا يا انت النهارده يا حنفي، يا انا يا انت النهارده يا حنفي. هو قتلتهم يا حنفي؟ انت فين؟ انا اهو. انت هنا يا اخويا. ليمها يا حنفي. مش ليمها، عديها النهارده يا حنفي بدل ما اجيب اجلك. مش هعديها وهتجوز جينيفر. طب بص يا حبيبي، إيه؟ انا مش هقتلك ولا هذبحك ولا هخلوك. امال ايه حنفي؟ ايه عشان خاطري إيه؟ نبتدي انا وانت صفحه جديده النهارده. صفحه جديده يعني؟ فاضل لي ثلاث صفحات في حياتي عايز اعديهم مع جينيفر. جينيفر يا حنفي. إيه؟ يا حنفي عديها يا حنفي. وربنا ما يعديها، هتعمل ايه يعني؟ بقول لك عديها يا حنفي. بحبها يا اخي، بحبها. صوتي. طب بص يا حنفي، إيه؟ عدل كده وانا هعدل لك الطاقيه يا عينيا. بص لي يا حنفي، اديني بصيت لك. وليه انا باصص فيا؟ انا بكلمك كده، ما انا باصص لك. عيط، هقهرك وهتجوزها. اتقهري. طب بص يا حنفي، إيه؟ بص يا حبيبي، إيه؟ انا قلت لك هبتدي معاك صفحه جديده. هكتب لك العشر فدادين اللي حلت. هعمل بيهم ايه؟ هجري فيهم وانا فلاح؟ انا بحبش نيفر، بحبها يا حنفي. ما تقولش الكلام ده قدامي. هقوله يا واد. هعجلك يا واد. ارفع ايدك. طب ارفع ايدك.
اقعدي بقى اقعدي اقعدي بقى اقعدي. طب بص يا حلفي يا وريه كل شويه بص بص وانا بص فين انا بص يا اسطى. اه عايزه ايه؟ عايزه ايه يا مجنونه يا بنت المجانين؟ هتجوزك اتجنني انت لسه شفت حاجه؟ انا عايز اشوف. بص بقى الحكايه بص دي يا بنت المجنونه يا ابني امكم اتجننت ام حوش عني يا ولد الكلب. اه طب ارفعي ارفعي ايدك عشان تعرفي انت من انت اللي ترفعي ارفعي اقعدي بقى اقعدي بقى فلقني يخرب بيتك. طب بص بص برضه الحكايه بص دي وانا اعمى وليه ما انا شايفك. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ هتجوزها وهقهرك انت اوعي. بص بقى انت النهارده هتجيب اجلك يا حالك. حد يخلص حد في الخناقه دي اتفولت قوي. Please welcome a beautiful and versatile entertainer and actress, Jennifer Lopez. In the multiple Oscar-nominated film Crash, many strong and opposing feelings are brought to the surface. Prejudice and tolerance, forgiveness and resentment, sin and redemption. In the opening scene, we are told that people feel so isolated these days. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker, the nominated song In the Deep will be performed tonight by the woman who also wrote the lyrics as well as the music. Kathleen Bird York. يا نهار اسود كيداهم وربنا كيداهم مهما تتنكري جنابك المدلدله كشفتك خلاص يا ترى هتعمل فيها ايه. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep with music by Michael Becker. لا انا كده باذي اللي بحبه. انا هنسحب من الحب ده ما اقدرش اذيك يا جنيفر ما اقدرش. انا حاسس ان انا قاعد في حته غلط. ايه ده انت مجنونه ولا ايه؟ ما كرسي فاضي قدامك الا قاعدك مكاني. ايه القرف ده؟ ما تخافيش يا حلوه انا قلبي حنين هموتك بالراحه حته حته هقطعك يا شيخ. صحيح ذبحوا المعلم. صحيح ذبحوك يا معلم. ذبحوني ايه يا ابن العام؟ ايه ما انا رقبتي في جسمي قدامك. خلينا نشوف البلوه دي بقى. اوعك هيداهم. اهدي واستهدي بالله اللي جرالك. اوعي تمسيها بالسكينه اللي خلي ليلتك زي الزفت. انت اتجننت يا ام العيال. اتجننت دي كلمه قليله من اللي شفته منك يا حنفي. ده انا قلبي ده شايل ومعبي منك بلاوي. ده انا فوتت لك كتير جوازه واتنين واقول يا بنت عدي عشان المركب تمشي، لكن انت ما بتتهدش ما بتهمتش ولا ايه؟ جرالك ايه؟ خلصت يا اخويا على نسوان المحل ورايح تلقط لي من بره بقالش نفر ايه؟ ايه ما قطعتك يا بنت اللذينه انت؟ بصراحه يا كدام انا ليا حق، انت السبب. انا بصراحه مقهور في بيتي، مش حاسس ان انا راجل في بيتي، انا حاسس ان انا راجل في الفرن بس. انا عامل ازاي في الفرن يا اسد يا معلم؟ اما بدخل على الرغيفه بتعمل ايه يا بتنط في الاكياس يا معلم؟ مين اللي بيلسع الزبان بالقفان يا ايدك الحلوه دي يا معلم؟ اسلوبك الوحش يا كيداهم هو اللي خلاني ابص للمستوى الرخيص زي جنيفر وامثالها. اهدي بقى اهدي وعقلي. انت عندي احلى من جنيفر وارق من جنيفر واطعم من جنيفر. صح يا بصراحه. لا يا معلم يا صح يا معلم. صح شفت الكلام الحلو ما اثرش فيك بذمتك؟ لا اثر فيا يا حنفلف. اول مره اسمع منك الكلام الحلو ده يا حياتي. عشان شفت دموع الحب في عينيك يا كوكو. بس انا ما عيطتش يا حنفلف. امال مدمعه ليه؟ اصل نور اللمبه ضرب في عينيا يا عينيا. الف سلامه عليكي وعلى عيونك يا حلوه. تعيش لي يا حنفلف. تعالي يا كيداهم نرجع عشينا جميله كيداهم ونقعد في فرننا يا حياتي. يلا حطي لي في حمايتين زي زمان وولعيهم ونتفرج على افلام رعب. وايه كمان يا حنفلف؟ وكل السعاده عوضك عن كل الايام السوداء اللي وريتها لك يا حبيبي يا حنفلف. ده انت اللي حبيبتي يا حضره الضابط المتهمة. حضرة الضابط اهي كانت عايزة تقتل خطيبتي الانسة جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز؟ حضرتك مين ان شاء الله؟ الباتشينو؟ لا مش للدرجات دي مش للمستوى ده. انا المعلم حنفي برضه. اتفضل القضية كاملة بالسلامة يا حنفي. كده حنفي كده تسلمني للضابط يا
حنفي. يلا مجنونه. مجنونه ايه؟ ولا يلا مجنونه. يلا يا هبله خدوها. بالسلامه بالسلامه حضره الضابط. انا لازم اجي اخدم العداله للاخر. انا بحب اخدم العداله والحكومه. انا عايز ابلغ على الواد دوت بيبيع خرشوفه باشا وكل خرشوف. الناس عارفه كل الناس كمان تبيع خرشوف. والله بيبيع خرشوف يا حبيبي. سيبني عشان تنتلوا يلا يا يلا يا من هنا. سيبونا بقى غرف ده خلونا نعيش مع القمر دي. احنا اسفين للي حصل. معلش وليه مجنونه معلش بس هعوضك يا جميل. اوعى سواق تطلع تحتيك نعمه او النبي نعمه. ايه يا ريس؟ احنا لسه وصلنا المستشفى حالا. هطمنك يا ريس هطمنك. حاضر يا ريس. حاضر يا ريس هدفع كل حاجة. حاضر يا ريس. انا زهقت من العنبر ده. زهقت. ده جايب فيلم ايه ان شاء الله؟ ابراهيم الابيض. الاصابة ايه؟ كسر واربع مطاوي. ايه ابراهيم الابيض وكسر واربع مطاوي؟ ايه يا سونيا ما تتعبي. انسي بقى شغلتك القديمة. ها ولا حنيتي بقيتي بتشتغلي في مكان محترم. وده ده الديلر. اه كان فيلم حلو قوي قوي. اه سلامتك سلامتك سلامتك. ما تخافش خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت. ولا بتعملوا حاجه. الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه. انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا بتعملوا لي فيها مشكله في المستشفى. ان الله وان اليه راجعون. حول ولا قوه الا بالله. ده تبعهم؟ ايه ده ايه ده يا ابني ايه ده خضتني. سلامتك اهدى. انا دكتور انا دكتور ما تخافش. اهدى اهدى ثانيه واحده. حطي لي ايدك هنا على ركبته دي. خلاص خلاص خلاص. الرياكشن ايه؟ بيلق. ايه بيلق بيلق. بقولك ايه مش عايز تهبله الكلام كويس. في ركبه بتلق. فين الحته ده؟ اكتب في التقرير ايه بتلق. امسك نفسك انت كمان. انا مش فاهم بيصوت ليه. انا مش فاهم. حاسب ايه يا حبيبي احكي لي ايه الموضوع. انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره. قلت له ازاي؟ قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح. ايوه استاذ احمد السقا يعملها. انت كذاب. انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا. احمد السقا في منتهى الرشاقه. كذب مش عايز. انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايزني ابلغ البوليس. قول وخلصني. ها ما هو كان طالع بشخصيتين مصر. وبعدين الانتاج اغراني قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبه كماله. وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول. لسه هتحكي تاني؟ الحكايه بدات من وانا صغير. كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط. كنت اسيب الامتحان. بس كمل كمل كمل. انا مش سامعك. كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا. وبعدين لما كبرت. خلاص كمل. لما كبرت ايه اللي حصل؟ لما كبرت بقى الحته بتاعه تقول السقا راح السقا جه. انت السقا راح السقا جه. انت مجنون يا ابني. لاني جريء زيه بالظبط. اقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك. كنت امشي بعد الساعه 12 عادي ما اخافش يعني. يا راجل باين عليك. وكنت ساكن في التالت. اخد السلم كله جري. اخر سلمتين انطهم. انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل. بطل كذب. دي خلاص دي خلاص. حتى مفيش وطي صوتك بقى. عايز اسمع صوت عظمك. لا مفيش زقزقه في اللي عارفه. معلش ان شاء الله ربنا يكرمك. ده السقا جنن الناس. مش معقول مش معقول. في حاجه تاني؟ انا عايز اعرف اخف امتى. ليه؟ علشان اتدرب على نطه الشلال. نطه الشلال كفايه. كفايه بقى كفايه. ده انت صدعتني ده انت صدعتني. انا زهقت. ثانيه واحده. وانت كمان ابعدي عني كده. في عايز اخد نفس. الو يا رانيا. ايه يا فوزي مفاجاه. خير؟ اصل ابن تنتلورة طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه. ممكن؟ بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر هوديك. حاضر هجيلك استوديو. ايه جلال؟ حاضر. طب خلاص خلاص. وتعزمني على حاجه ساقعه وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وبيمثل. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي حبيبي. باي باي يا حبيبي. باي باي. ايه يا سونيا انت اتجننتي؟ ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب. يعني اللي في دماغك ده شيء ليه. خلاص احترمي نفسك بقى. اعتبري نفسك شعر مخصوم منك. فهمنا؟ ايه القرف ده؟
يلا يا ابني. تمام، اسرع اسرع، مش عايز مرقعه، اللي يخش يلبس على طول. يلا بسرعه. عد يا ابراهيم، قلت لك ما تجيش في تصوير انا فيه. يلا يلا بسرعه. سخير يا راني حبيبي، سوري اتاخرت عليك، معلش. حلو قوي المكان قوي النهارده، كان الشغل كده في المستشفى موت، وكلهم ضحايا حبيبي كاستي دوبلرات احمد السقا. كفايه انك جيت يا حبيبي. معقول يا رانيا حاجه تبسطك وما جيش؟ انت فرحانه؟ انت بتحب احمد السقا كده قوي؟ هتشوفيه هتشوفيه. بس على فكره قريب ولا ابن طنط لولو دي شخصيه هنا ولا هيهزقونا؟ ابن طنط لولو ده صاحب احمد السقا كده، الروح بالروح ما بيسيبوش بعض. حلو قوي. عشان بصي انا عايز ايه، تشوفيه ونروح نتغدى بره. اوكي انت مبسوطه؟ هنشوفكم. حلوه. هو اسمه ايه؟ جميل سفينه. جميل سفينه. لو سمحتي يا فندم، في هنا الاستاذ جميل سفينه. سفينه؟ اه. هو سفينه بقى استاذ يا استاذ مصر؟ سفينه ايه يا عم المركب؟ شكرا، ميرسي على ذوقك. ميرسي يا فندم. دول اصلا شكلهم مش مهمين عشان كده ما يعرفوهوش. لا اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق. ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لاحمد السقا، انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت. لا يا فوزي. انت يا ابني ايه يا ابني؟ انت بتتكلم باسلوب احسن من كده حضرتك. تمين انا هنا مساعد مخرج وانت اللي بتتكلم باسلوب احسن من كده. انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك؟ لا حضرتك واضح ان فاهم غلط. انا دكتور، انا مش كومبارس، انا جاي لخطيبتي، هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس. دكتور عصير يا استاذ. عصير وايه يا ابني؟ انا عايز قهوه. ايه القرف ده؟ غو من وش حاجة تقف. أؤمر حضرتك، أنت هنا جاي تعمل دوبلير لأحمد السقا. أنت فرحانة دوبلير إيه؟ لا انسى الموضوع ده، مستحيل. مستحيل إيه؟ الضوو الضوو وتن. ما تقول لف وتريح نفسك. لف ليه حضرتك؟ من حق أعرف. أشوفك شوفني ليه؟ إيه البتهريج؟ أنت هتمثل هتمثل. مش همثل. بقول لك إيه، لف. استغفر الله العظيم. خير؟ إيه ده؟ خير. ده انت ركبك ركب احمد السقا بالظبط. لا صح صحي انت كمان، لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده بيعصبني. انا جاي زياره وهروح. متشكر قوي. بقول لك يا هما بيدوهم 40 جنيه، انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان ركبك. هيدوك 50 جنيه؟ 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيها حركه ولا انت بتهرجي؟ وفي وجبه كشري لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع ولا انت هتبقى هفتان مننا عشان ما تطلعش. وجبه كشري هناكل كشري. رانيا اعقلي بقى. متشكر قوي. ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. يا رانيا انت عارف ان انا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده؟ مش ما اوريلك في حته تانية امثل ايه يا رانتي مجنونه؟ اوه ملابس. ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. ما تشدنيش ما تشدنيش. هو ايدك ليك يا ابو اب يترد عليه. هو ايه بسرعه؟ جهزوا على المشهد واحد مسلسل البيجامه الحمراء ايراكو. يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه، بس خلي بالك انا دكتور وعارف. يعني انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط صح، والنضاره خلاص. ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. الحسنه؟ اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه؟ الله انت بقيت شبهه بالظبط. انا شكلي هحبك. شكلي امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه اللي البواخر؟ ما تكلمي عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع احمد. ايه ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد بدل ما حد يسمعنا كلمه. ايه حكايه ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني؟ لما بقيت شبه احمد السقا خلي بالك من كلامك. ها في احساس؟ هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعبر؟ لا عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت بتكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك وطي صوتك. اوعي تعملي كده. وانا غلطان انا جيت معاكي اصلا؟ مش هرد عليك دلوقتي. ولا تقدري ترد. بس 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 يلا 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 بينا. اعمل ده اعمل ده في البيت. يلا 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 يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل اتكلم بالطريقه كويسه. ايه اللي فظيع؟ جاهزين؟ يلا جاهزين. كان المفروض افكر 1000 مره قبل ما اخطب واحده تافهه زيي. طب جاهزين يا بيت؟ اتفضل. وانا ممكن اروح اوراتكم كلكم. اتفضل. يبقى افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده. يبقى افكر ان انا اصلا احتمال ما كملش معايا. يعني ما كملتش احسن. احسن ماشي ماشي. انت ماسكني ليه؟ يلا حضرتك اتكلم كويس. لا اتكلم مع دكتور. طب يا ماشي. لا لا وايدك ايدك. لا 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 معلش ايدك ما تمدش ايدك عليا لو سمحت. اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس. احنا جاهزين. لو سمحت انا اسمي الدكتور فوز. يلا ساقطه بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا، هينسي الناس مين السقا بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ؟ اهو يا ريس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا ريس. ده هيعمل مكان استاذ احمد السقا؟ ايوه يا ريس اهو ركبه ركب احمد السقا. انت مجنون؟ ايه علاقه ده باحمد السقا؟ انت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابه وبيخطفوه وفي دراما دراما. انت عايز تموتني؟ مين ده؟
يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها، انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو. أيوة انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي، انا فعلا دي مش شغلتي وانا حاولت اقنعه بره، هم اللي زقوني. واللطيفه اللي بتحب النجم، ثانيه بقى ثانيه عشان انت خنقتيني، لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم، موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا متوقع ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انا اعتذر وما اعطلكوش الدنيا. اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب، وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب يا سيدي انت خلاص افسدت لي يومي النهارده، مش معقوله كده. حضر المشهد بتاع الذبح. حضر يا ويس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لحظه واحده لحظه واحده، اعرفك مراتي ان شاء الله مستقبلا وخطيبتي حاليا. اؤمر. طيب البنت اللي كانت هتتذبح في مشهد الذبح موجوده؟ لا مش موجوده يا ويس. ما كانتش؟ لا ما كانتش. احنا كنا عايزينك معانا في مشهد بسيط كده. لا انا خطيبتي بتمثلش، ممكن اعرف المشهد؟ لا لا ده مشهد هتتذبحي فيه بس. هتذبحي؟ انا موافق. لا لا سوري ما اعرفش امثل. يا عبيطه هتمثلي في مسلسل بيجامه الحمراء مع النجم اللي بتحبيه احمد الزقه؟ يا بنت ما تخافيش. انا موافق. لا 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 هيدوكي كشري. مش هتدوها كشري؟ انت بتهزر؟ و40 جنيه. بتهزر يا فوزي؟ يا فندم تاكد ان هي هتبقى عايزين الرقبه. ايوه فوزي. بص بصي اللي هيضحكي، بصي اطفال اطفال ابرياء يا بنت الخطوبه افسخيها في داهيه، انت لازم هتعملي المشهد ده على جثتي. انا موافق. خلاص ماشي. واحنا كمان موافقين. فين السكينه بالظبط؟ ايوه ايوه ايوه. عشان طول الليل والنهار احمد السقا. اشربي بقى اشربي. مساء الخير يا استاذ احمد. حلو قوي. انا موافق. بسيطه و اوكي ملابس. مبروك مبروك مقدما. مبروك يا حبيبتي. يانا انت خلي استاذ احمد السقا ينفع. جهزوها للمشهد. لو ما عرفتيش فوزي انت مربطتيني. هي مشيت يا فندم، ده بيني وبينك بقى، لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحه على الموضوع يقلب بجد. لا لا ما تخافش، احنا عندنا ناس بروفيشنال هيذبحوها من غير ما تحس. ما شاء الله واضح بروفيشنال. بسم الله ما شاء الله. حرام يجيبوا الناس دي منين؟ ها يا رامي كله جاهز؟ جاهزين يا ويس. النسوان اللي هتمسح الارض والدم موجودين؟ حصل يا ويس. طب كويس. لا هي متوتره بس. هيمسحوا ايه؟ الدم يا حبيبي. ايوه دم بتاع السينما. هي فاكره بجد حضرتك مخوفه زياده. ما تخافيش. دم يعني دم اوانطه تمثيل يا بنتي. ياما ناس اتقتلت ممثلات. هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفه بقى. عاوزكم تركزوا معايا. الممثله قدامكم وهتمسكوها تذبحوها. ايه؟ تذبحوها. بعد ما تذبحوها انتوا عارفين شغلكم وخلاص بقى. انتوا عملتوا ده قبل كده كتير. انت بنت حلال والله. اول مره تمثلي مع نجمك المفضل احمد السقا. يلا اجمدي ما تخافيش بقى. خليكي بلا فوزي بلا بتاع. اسكتي تعالى كده بقى فوزي عشان الدم هيترمش. يلا يلا حبيبي. استنوا لما اقول اكشن اكشن. هايل هايل يا نورو. برافو برافو. يا نهار اسود دول ذبحوها بجد. البوليس ذبحوا خطيبتي. خطيبتي اتذبحت اتذبحت. ايه يا هبله؟ قومي جريتهم لك. ها عايزه تشوف احمد السقا؟ اول واحد سابك وجاري. انا عايزه اروح. اسمعك تقول اروح استوديو تاني. ها اروح اجيب لك ال 40 جنيه ولعلبه الكشري. انت بتهزر. يلا قدامي. يلا على الله. اتفضل اتفضل. صدق نفسي استاذ احمد السقا الحقيقه هو نفس الطول ونفس الهيبه ونفس الشموخ. ازيك يا استاذ احمد؟ فاكرني ولا لا؟ انا اللي عملت دورك في الفيلم الاخير. فاكرك وحش فاكرك. وزي ما نطت العماره جت على خير انا مستعد لنطت الشلال. حبيبي يا حبيبي بس انا رجالتي ما يبقوش كده. رجالتي ما يتضربوش في رقبتهم. رجالتي ما فيش جبس. ها رجالتي لازم يبقوا جامدين. الرقبه لا لازم امرنه. اضرب يا استاذ احمد. لا من غير ما اضرب بس بجربها. وحش 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 يا استاذ احمد. استناني هنا اروح اعمل مكياج المشهد الجديد واجي لك. ها اتفضل يا استاذ احمد. هاي 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 يا حبيبي. يا الله لو عايزني اختفي كمان ممكن اختفي. مولاي يا شهرباز أما آن الأوان يا مولاي أن أقوم ولو وان أور وأروح يا ملك الزمان وأخد شاور. هل جننت يا شهرباب؟ هل جف نبع الكلام والحكايات يا مسرور؟ أرجوك يا مولاي أتوسل إليك يا مولاي. كيم أوفر. انتهى الكلام يا مسرور. أؤمر. سنن سيوفك ورحب اليوم
برقاب ضيوفك. بمين؟ برقاب ضيوفك. يا عم اقعد بقى انت بق سن سيوفك، كل يوم تبعتني ولمع في السيف ولا بتعمل حاجه. How you say that؟ ازاي عبد اسود زيك بيتطاول عليا؟ ايوه يا مولاي، ما بتطولش بس بقولك الصراحه، يعني على الاقل حل القرشين اللي انا باخدهم منك، ولا عايزني ابقى منافق زي الباقيين؟ انا خايف بصراحه ما يعني تقل في نظرها وما تستعنكش. مسرور مسرور، انت شايف كده؟ شور حبيبك ابن سوق، وانت فاهم النسوان بتحب الشديه، شد شويه. حاضر. فعايز اطلب منك طلب بقى بصراحه. اتفضل. ابوس ايدك نام، انت مرمطت كل اللي شغالين في القصر معاك. اهو ده اللي مش ممكن ابدا ابدا ابدا. ليه ان شاء الله؟ ولازم حدوته قبل النوم. تعالى بس يا مولاي، ده الواد ميدو ابن اختي في نص الرضعه بيشخر في حضن امه. اسمع كلامي. أنا عايز أكلمك كلمتين من القلب للقلب. خدامك يا مولاي، أؤمر. أنت مالك شكلك مهموم ليه كده؟ فارفش فارفش. معاك سجاير؟ ولع ولع يا مولاي. خير؟ أنا شايفك مش مبسوط من الصبح، وقلت إن أنت هتقعد وتحكي لي. خير يا حبيبي؟ أؤمر. أنت عارف أنا بحبك قد إيه؟ عشان كده هقول لك على سر، والسر ده مفيش حد في الكون يعرفه، فإنه هيندفن معايا والتاريخ مش هيذكره. ربنا يديك طول العمر، انت وحشتني. خير يا مولاي؟ سرك كبير. انا مش سهران كل ليل عشان اسمع حواديت شعربات. لا ابدا، دي كلها مجرد حركات وحركات. عندك حق يا مولاي، انا ساعات بصراحه كده بلمع اوكر بسمع الحواديت، حاجه نفخ التنين بصراحه. برافو عليك، زي ما قلت نفخ التنين. امال معذبنا معاك ليه يا مولاي؟ مولاي بيتحكي له حدوته كله انتباه وفاكهة ومصاريف، ليه ده كله؟ لا تظلمني لا تظلمني يا مسرور، فأنا مريض ومرضي غير عادي. ساتر يا رب، ربنا يشفيك. خير يا مولاي؟ قلقتني بجد. أنا عندي تبول لا إرادي. ساتر يا رب، لازم تقولها باللغة العربية، ما تقول بعملها على روحي يا مولاي. عادي، حقك، ودي مشكلة. افرش مش هم معه السرير سريرك، محدش هيحس بحاجة. صدقني مفيش طريق للحفاضات إلا وسلكته. طب بقول لك يا مولاي، في حد من الهاوس كيبنج في القصر شم خبر بالموضوع ده عشان يبقى شكلك وحش قوي. اتنين عرفتهم شموا. ايوه حسن ومحمود. خلصت عليهم بإيدي لأنهم لسنوا عليا بالكلام وقالوا أشياء فظيعة. بعدين يا ويل اللي شم وما يكتمش. لا ده لازم يكتم، ده كفايه الوش ده في النور ده الرعب ده لازم يكتم. يا مولاي مش محتاج اقول لك ان انا بتاعك، سرك في بير. انا اللي حاسس في نفسي يا مسرور انه البنت شهربات زي ما تكون يعني مستصغراني. مستصغرك ايه وماسكه عليك زل؟ شكلها ماسكه عليك زل، انا بقرا في عينيك كل حاجه. سيبك منها تتقتل في السرير، انا عايزك انت تنبسط وانسى الموضوع ده. حق انت بتعمل كم مرة على روحك من غير ما تقصد؟ يعني 10 15 كتير قوي. ايه ده خزان ميه يا مولاي؟ طب اعمل ايه؟ كتير كتير. حللت سكر؟ حللت. بقول لك ايه؟ مفيش حاجة. دي نصيبة. لا انا معاك ما تقلقش، انا هاجي كل شوية بالليل اصحيك تقوم تظبط نفسك وتنام عادي ولا كأن في حاجة. من غير حفاضات؟ ولا حفاضات ولا الكلام الفاضي ده، عيب. تعالى بس نبدأ من دلوقتي، تحروق الحمام، خش كده أول مرة وهتبقى زي الفل. ما تقلقش يا راجل، هتعلب السجاير اللي معاك ابنك، هتعلب السجاير والولاعة. وانا كان نفسي في فاروزه زي دي، يعني لو اهو حديها لك. انا مش بقول كده عشان لا انا سمعت ولا تكون لا. بشتغلك ولا بستغلك، ده انا خدامك. يلا، عايز حاجه مني؟ لا سلامتك. اروح انا اظبط القصر اشوف لو اكون حد بيرجع ولا حاجه. بسرعه يا مسرور. امرك يا سيدي، امرك يا سيدي. بص بقى يا مولاتي، من الاخر كده اقسم بالله لو عايرتي مولاي باللي انت فاهماه لخلي الجزارين تلم لحمك. وانا اشتكيت؟ ما انا سهرانه. يانا. ايه ده ايه ده، انت بتعيط يا مولانا؟ يا نهار ازرق، لما الملك يبكي الرعيه تعمل ايه؟ امال ايه شهرباز عمل؟ شهرباز سوى وقصص واساطير. لا ابوس ايدك، انا عبد صحيح بس قلبي ضعيف.
والنبي ما تعيط بقى. يلا احكي له حدوته وانا قاعد معاك اهو. جرى ايه مسرور؟ ما انت شايفني قاعده بسقط قدامك اهو. يا بنتي مش عايزه ينام، ده لو نام هيضيع هيبه الدوله. خلاص يلا. ماي دارلينج شهرباب، زوجتي حبيبتي عشيقتي فلذة كبدي، ما وحشتكيشي. انت مكسوفه يا روح قلبي يا شرشوره يا اموره، بالله عليك تقوليلي ما وحشتكيشي. في ايه يا مولانا؟ في ذكر قاعد معاك وايه الجو ده؟ مش لذيذة يعني؟ وفي طاووس، في 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 دوش حواليك. واحدة واحدة. عيب. جرى ايه يا مسرور؟ هو انا قلت حاجة وحشة؟ انا بسألها سؤال بريء. ما وحشتكيشي؟ ما وحشتكيشي؟ هو في ملك يقول ما وحشتكيشي؟ انت ملك من محرم بيه يا عم؟ يا عم احنا كلنا عبيد عندك، حس بذاتك وبنفسك بقى يا مولانا. احكي يا بنتي. كان يا مكان يا روح في سالف العصر والاوان طبعا كان في انسان غير اي انسان، كان اسمه ايه؟ الشاطر مسرور. انت سرحتي ليه؟ واكون في حاجه بتحصل. لا لا بفكر. افكر براحتك، بس اوعى انت فاهمني. ها يلا كمل يا حلو. ولان كان بيطير، كان بيساعد الفقير، كان بيجيب لقرايبه العيش. بقول لك يا مولانا، ما تنزل تجرب الحصانين اللي جبناهم لك جداد؟ في حصانين كده. حصانين ايه وخيل ايه؟ انسى جربهم، اسمع كلامي يا راجل. اسمع كلامي، حصانين هيعجبوك. مسرور. طب ماشي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ممكن تزود السبيرتو بتاع النار بس. زودوا السبيرتو يا جماعه. انت هتدخل علينا ناس واحنا في الخلوه دي؟ سيدي بس ايه ده، الراجل قاعد بتجننتي ولا ايه؟ يعني اي حركه عشان الموضوع، لو سرحت كتير مع الدفا يبقى انت فاهم ممكن يحصل ايه. اسمع الكلام. انما حلمس يداها واشمشم خديها. ولا تشمشم خديها ولا تمسك ايديها، مش عايزين كلام فاضي وقله ادب. لو تكرمت، انا برضو راجل وبفهم في الاصول. اتفضلي خلصينا خلصينا، احكي له الحدوته، الدوله مش ناقصه فضايح. اتفضلي. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في إنسان غير أي إنسان، كان اسمه الشاطر سوبرمان. واحد اجهد اجهد. قوي. بس احنا ما تعرفناش، اسمك جميل ايه؟ شاديه. اهلا وسهلا شاديه. اهلا وسهلا. مبسوطه شاديه؟ مبسوطه قوي. تمام 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 تمام. بقولك يا شاديه، يعني بصراحه كده انا وانا طاير كده لقيتك قفشه في سقف العماره، كنت بتعملي ايه؟ ما عملش حاجه. يعني كنت عايزه تنتحري ولا سوري يعني حراميد غسيل ولا ايه النظام؟ ان انا ما بعمل حاجه. يعني عادي ان انت تبقي مش علاقه على سقف عماره كده؟ انا مالي، انا مش عايز احراج، انا قلت يعني ندردش مع بعض. ما مش حاجه، ما بعملش. ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه. بس انبسطتي في الرحله؟ بجد كانت حلوه قوي. انت بتحبي سوبرمان اصلا؟ ده انا بموت فيك. ربنا يخليك. الحمد لله. يعني بص، حب الناس ده نعمه من ربنا. ده كل اصحابي بيموتوا فيك. سلمي لي عليهم واحده واحده. صاحبتي كلهم نفسهم يطيروا. ان شاء الله ان شاء الله اجي في يوم كده في شم النسيم ولا حاجه، اخدكم واطير بيكم كلكم، هيبقى يوم جميل بامر الله. اهلا وسهلا يا شادي. اهلا وسهلا. بقول لك ايه، معاك سيجاره؟ سيجارة ايه يا بنتي؟ المجهود الفظيع اللي انا بعمله ده، انت عايزاني اشحر؟ سيجارة ايه؟ طيب ما تشغلينا حاجة نسمعها كده. هو انت راكبة ميني باص؟ في ايه يا شادية؟ المفروض تقدري اللحظة التاريخية اللي انت فيها، مفيش ولا واحدة في العالم ركبت على ظهر السوبر قبل كده، لازم تحسي بأهمية الموقف. بقول لك ايه، انت لوك 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 كده على الفاضي، زهقتني يا أخي. أنا اللي زهقتك برضه؟ وإيه لوك لوك واللغة دي؟ انت خريجة ايه؟ دبلوم والنبي. حلو 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 حلو. لا بس انا قلت يعني ايه، نريح شويه ونتعرف على بعض، وبعد كده ان شاء الله الوجوه تتقابل باذن الله باذن الله. طب احكي لي بقى، ايه سوبرمان وطير هنا ومن بلد لبلد وفي السماء، مش بتحب؟ مش متجوز؟ ما عندكش صاحبتك؟ انا عايز اقول لك ان انا محروم من كل الحاجات اللي الشباب اللي في سني
بيعيشوها. معقولة؟ حب طبعا طبعا. أنا حكايتي غريبة أوي أوي أوي. احكيلي. أنا شاب يا ست عادي، أبويا الله يرحمه مات وساب لي 4 بنات في رقبتي، إخواتي، وكنت في ثالثة إعدادي. اضطريت أخرج من المدرسة وأشيل المسؤولية. الحمد لله جوزت 3 وفاضل شيماء قد كده عندها 12 سنة، إن شاء الله قريب بإذن الله. يا عيني. لازم أجري على إخواتي، أمال أسيبهم يتنقلوا في الشوارع. بس فعملوني بقى سوبرمان. لا سوبرمان الناس، سوبرمان راح سوبرمان جه، وكل الناس يعني كل ده أوانطة. أنا عايز أقول لك إن أنا مش حقيقي. أنا باختصار حياتي عبارة عن جرافيك في جرافيك. كل ده بيجيبوني في الاستوديو أقعد على الخشب، شغل المروحة عشان أعمل هوا كده، أنت كده طاير أعمل كده، أنت كده طاير على ظهرك أعمل كده، وبترزق الحمد لله ماشي. لكن أنا مش حقيقي يعني، أنا آسف إن أنا بصدمك، فهماني؟ الأطفال الصغيرين صعبانين عليا، بس الموضوع كله جرافيك، يعني شايف المناظر اللي ورانا دي كلها، كل ده مش حقيقي، مفيش حاجة حقيقية طبعا طبعا، ولا أنا ببص على حاجة ولا الكلام ده، بس أهو الحمد لله ماشية ماشية. لا صعبت عليا بجد. ربنا يخليك. لا الحمد لله يعني أنا راضي. بعدين بيني وبينك زي ما بتقولي أحب أرتبط بمين؟ يعني أرتبط بمين؟ أنا راجل طول النهار طاير في حتة، عرفت واحدة قبل كده شهرين فجأة طرت نسيت الأغنية دي كانت فين عشان أرجع لها. مدهوش سواح، هعمل إيه؟ نصيبي كده. طب ما تاخدني همرمطك معايا، انا مش ما بثبتش في بلد ثانيه واحده شاديه صدقيني. انا راضيه يا ستي والله، انت بنت زي الفل وزي القمر واي حد يتمناكي، بس انا مش موجود يعني مش هتشوفيني، مش هتشوفي جوزك، فاهمه؟ هستنيك لغايه اما تيجي تلفلف بيا لفلوفه كده وترجعني. انت زهقتيني قوي، بان عليكي تافهه. لفلوفه ايه؟ بقول لك انا مش ثابت في حته، ما تخنقونيش بقى شاديه. وديني وحياه ربنا اسمع ليا. اسمع ليا؟ عند خالتي. اوديك عند خالتك؟ وانا تاكس ابيض، انت مجنونه في ايه؟ اغيظها شويه بس، خالتي دي مجننانا. مجننانا؟ تبان عليكي انت اللي مش مظبوطه. بص يا شاديه، عزمك على حاجة كده بسيطة يعني عشان تبقى ذكرى مني. شكلك جعانة. بقول لك ايه، عشان انا عندي كذا مشوار، ايه رأيك بقى ننزل للناس اللي تحت، الولية اللي عمالة تحكي حواديت للراجل اللي هينام ده، ولو نام هيخرب الدنيا وانا عارف. تعالي بقى ننزل. لا انا مش حسيبك، انا عايز الف. لا انا بحبش الخنقة، وعايز الف ايه وانا عجلة ايه يا شادية؟ في ايه؟ مخلصنا خلاص، فسحتك وحكيت لك حكايتي، لازم انزل بقى. خدني انا كويسه شادي، انا بتخني ما تزهقنيش، هاخدي كتير بيك وارميك على اي جبل. انزلي بكرامتك بقى، يلا مره ثانيه معانا ناخد تليفونات بعض، اي حاجه سوبر هتليني عندك الففك شويه. طب اسمع لي 5 دقائق كده. ايه موضوع اسمع لي ده يا بنت؟ وانا بجو، يلا جاهزه، يلا على تحت، 1 2 3. Yeah.
ماما بابا. بابا مين انت هتصيعي؟ ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوه بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي اخدتي لبتخوني ولا تشوفوه ولا نيلة. انا هارش الفيلم من اول وبقى الله هنعمل معاكو الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر لا 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 نيلة خلي الدنيا جميلة جميلة. الله 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 والله الدنيا تبقى جميلة ان شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه رسلة. حلواني ايه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب؟ يا لهوي ده انا غرقان في الحب يا اشرف غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني اعمل معاها ايه؟ الايه؟ القردة مغلباني اعمل إردة. معاها ايه؟ القردة قومي ياد من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة ايه ونيلة ايه؟ والله انا مش مصدق نفسي. حلواني حلواني هيتجوز. أيوة. وتبقى زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما انا اشوفكم برضو مرة في الشهر بتاع. انتوا صحابي واخواتي وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هامل في شكلي ولا حاجة. شكلي ونيلة ايه؟ وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك الله يخليك اسف. بس هيبقى في التزامات هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيدة بتيجي كلنا بناكل مع بعض. احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلدة وتمشي. يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط. شجعوني. صح فرحك عندي حبيبي حبيبي. عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل. انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غاليه موت وثلاث ارباعها نصابين. خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل. انا راجل متفتح. تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر. هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه. راجل في بيتي دي قصه تانية. وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه. هتمشي على اللي هقوله بالملي. مفيش هزار. مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه يعني. سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قال ما يا ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه. ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ هي دي حلواني؟ لا حلواني مش هي. لا مش هي. لا هي. هي في غيرها في القبيله. مش هي. اسمع كلامي. هي بنت خالتها افتكرتها. هم اصل العيله كلها شبه بعض. امشي يا بت امشي. روح قولي لها انا جاي بعد شويه. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي شكلها هي. طب ممكن اقعد مع اصحابي شويه؟ يلا قوم فين. انا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. انت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر. ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا. حاضر عادي يا جماعه مفيش حاجه. هي بتنشف فجاه بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. اتفضلوا. ليه الزعيق قدام اصحابي؟ ليه؟ انت مزود معايا في الكلام. مش مزود ولا حاجه. بس انا قاعد مع اصحابي شويه ما فيهاش حاجه يعني. ممكن اقعد خمس دقايق؟ انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار كل ده هزار. خلي بالكم كل اللي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه. فاكره ان دم اخر. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. بتعدي مع المناظر الزباله دول. لا دول مش زباله. دول اصحابي لو سمحتي كده كتير او اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه قد كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه واشكالهم هي نفس اشكالنا. لما تنسى حلواني دول صحاب. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي. شوفي شكل ابوك احسن. قشطة يا شباب. يلا قدامي. اوكي اتفضل. عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجة؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا تلمي لي عليا الحالة دي. وعرفنا سيد الرجال. عرفنا عين الأعيان. عرفنا سيد ولا ايه ده؟ ولا هم روحوني. ايه حلواني؟ هم روحوني البت دي. انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها ابوها شكله شام خبر. انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ابوها هايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها حلواني. يا سيدي حذرتني. طب اعمل ايه؟ قوموا مش معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر. ماشي ماشي على الله. اشوفكم في الفرح. ماشي جاي.
وعرفنا سيد الرجال عرفنا عين الأعيان عرفنا سيد الرجال عرفنا عين الأعيان عيني عليك يا حلواني يا حلحب طحالب دي حلوة قوي يا ناس يا هو يا نهار اسود ومنيل حد يغتني مين هيغتني مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبي عاجبك عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك اسكو سا في سي مي بارون بارون وي ماشي خليك انت دايما في صف اهلك خليك هينفع ايه ده وبيشمني ليه انا عايز كلب ولا ايه حبيبي دول بيحيوك دمك كمان بتشمني دي التحيه عندكم في الاسره حييهم لازم ارد التحيه صح لازم طبعا ده حمايه حبيبه حمايه استغفر الله العظيم يا تعالي ريحه اهلك وحشه قوي سوري انا اسف بس فعلا فعلا قذاره ايه ده جاري طول النهار بشوفهم انا رمحه في الصحراء والتراب ولا دوتش ولا زبط خلصني بقى عشان هرجع في الجوازه دي فكني فكني انا عملت ايه عملت حاجه غلط انا عملت حاجه غلط في بنتك انا جيت دقيت الكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال جوزاني ايه يا حلواني انت عايز تقعد مع بنتي في الدارة واسيبك تقعد مع بنتك في الدارة انا بقعد مع بنتك في الدارة اه بس دي بني ادمه زيها في ناس تانية بتقعد مع جمال ها مش عايز انا سياح لك ها الولية دي خيلاني وقلقاني هي بتيجي كده كتير ماما مالها سمى ماما ايه ليكم سا ليكم سا طب ماشي انا بفهم بس يا وليه اثباتي بقى الله يخرب بيتك ابوس ايدك انا يعني بص اقر يا حمايه طلباتك وانت هتقدر على مهرها بدايه ابن البدائي بدايه ابن البدائي يعني انت فضائي ابن فضائي من انت بدائي بل انا عايز اقول لك على حاجه المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت انت ده بالنسبه لك دراع ده موضوعك انت كلمني ببقك ده حتى بق كلمني كده ما تلمسنيش بس اشرف المكسر وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه؟ ايوه ادفع واشخلل وعندي مهر 100 الوليه دي خيلاني قوي ما كلم امك ما كلم امك مامي بس مامي بس ده اللي قدرتي عليه يا عم خلاص ما تقعدي بقى اقعدي بقى دوختيني بقى ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال عندي جمال وانا هرشك ها؟ ايوه تحب انت تركب جمال انا عارف انا عارف عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك؟ يا عمي انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت يعني مش كتير يعني ما كانش في حد على الارض جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي هقدمها لها يا ولية اقعدي بقى اقعدي بقى هقدمها لها دي ايه رايك بوابه يا حلواني ليه يا عم في ايه ده انا ودني ايه وانا واقف جنبك في ايه احنا جد نجري ورا بعض ما تتكلم عادي يا عم عايز مني ايه ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بدينا كمباوت هتبني لها انت ايه؟ يا حلواني هيبني لها كمباوت ولا كمباوت ولا نيله؟ بقول لك ايه؟ بص هبني لها كمباوت ورحمه امي انت لو ما ثبتتي لا ادفنك في هنا، هدفنك قدام الحيوان اللي انت متجوزاه ده، مش هيهمني حد، ولا هتثبت يا حاج بقى لو تكرمت، ده كده كتير، هنبني لها زفت كمباوت، في اي طلبات تانيه؟ الموقع موقع بتاع ايه؟ بتاع كمباوت موقع ايه ولسه في دنيا ما كل اللي قدامك ده موقع هتفرق ايه الارض دي من الارض انت هبل بص في الصحراء ونقي وانا هبني لك تؤمر بحاجه تاني ايش يا عسل ظبط نفسك وكلمني يا حلوين ابوك يا عسل ابوك شربات على فكره هو يبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا 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 ايش حماد انا ماشي طبعا صحراوي قولي في داهيه قولي في داهيه ميرسي بابا امسك الوليه دي ولا ارميها في اي وادي بصي صاحب امك ازاي لا حول ولا قوه الا بالله خلصيني بقى خلصيني اخيرا اخيرا هنتلم في كهف واحد اخيرا اوعدك اوعدك مش هبني لك كومباوند بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك يعني هقول ايه انا ماشي بس مش وداع مش وداع وهحييك بتحيه ابوك وامك انا عرفت ان انت بنتهم انا عرفت طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء واتهطلوا عادي ينسوا يستحموا لكن انت لسه صغيره وعروسه يعني المفروض ده ما ينفعش استحمي في ورا الجبل دوت في وادي روحي ترمي فيه روحي واضح لازم افكر في الجوازه دي سوري باي باي وهتصرف بعدين باي باي ده انا هرجع في العيله دي ايه القرف ده
النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوك هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. قولوا لي امك جت معاه برضه. اهلا وسهلا. ابوكي ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حمايل. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه حبيبي اهلي. مالك متنيك قوي كده؟ ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شمه. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى اخلطك. انا شم مين؟ ده خالي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد. عشان خاطر. تعالى. خرب بيت ريحه خالك على عم. ايه التقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا، مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده ايه ده؟ لا في حاجه غريبه في العيله دي، يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه. ايه التحيه الغريبه دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفرادي وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه اوعى تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقول لك ايه، تعالى قول لي كومباوند دي، انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه الموضوع ده، لكن مش بسرعه كده. ولا ايه راي حضرتك؟ سيل تبلي بابا، سيل تبلي دي وي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص. اسمع كلامي، تكلفه على شايفك شايفك شايفك. ارجعي، انت بتستنيني اندمج وبتستعربي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع الحراميه دول ياكلوا، دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي، انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا يا بنت، استنى استنى بس استنى يا عم. بلا ايه ده؟ ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى، خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ احنا اتجوزنا. تكلم بجد؟ هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكوا كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت اطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا اهلي، مبروك يا حمايه، الف الف مبروك. مبروك يا حلوان. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه؟ بالمناسبه الحلوه دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابه. ها نفتتح الشريط. هات السكينه وانت واقفه مكانك، عارفه لو خطيتي خطوه ارطم لك رجليك. هاتي ده انت روش. سيبي اوليا. الولاد انا خايف منها والله العظيم، امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقيه وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجه، بص هي غريبه، ربنا يستر دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابة؟ نفتح البوابة. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعة. مبروك مبروك مبروك. اتفضلوا. اتفضل اتفضل. يلا مبروك. ألف مبروك. أهلك يا عرو يا عرو، مش بهزر، سوري يعني. ما إيه ده؟ لا they are very nice. نايس إيه؟ مليت إيه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعة. بقول لك يا حماية، تعالى عاوزك تعالى عاوزك. أيوة حلواني. تعالى ثانية بس، الناس دي رايحة فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابة يهببوا. إيه؟ يتفرجوا على إيه جوه؟ مفيش حاجه. اتفرج على ايه؟ فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص. في جوه تعابين، خلي بالك. ما احنا بناخدها. طب الف هنا. بقول لك ايه، انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني، مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك الف مبروك. مع السلامه. مع الف سلامه. روح شمهم شموا بعض لحد ما اجي لك. انا هاخد بنتك كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ورا 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 ورا. كل هدو فوق، كل هدو فوق، كل هدو فوق. وفين السقف يا رجاله؟ الحفله لسه شغاله، ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا بفرح حبيبي واخويا الحلواني. جينا وهنينا. كل هدو فوق، كل هدو فوق. اللي يحب حلواني يقول ايه؟ يحب حلواني يقول ايه؟ حلواني يعني الرجولة، حلواني يعني ابن النيل، حلواني بنحيي هنا كل جبل في المنطقة، وكهف كهف
وطول ما العجله شغاله الكهف بيجيب رجاله. والحقيقه عروستنا الجميله فتاه الوادي فتاه الجبال فتاه الليل صاعده الثعابين منار الجيار. وكل اللي يحب حلوان يقول ايه اصحى. مبروك يا حلواني. الله يبارك. مبروك يا عروستنا. الله يبارك. قاعد الوليه اللي وراك دي قاعد مراتك قاعدها. انا دلوقتي اعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت مشفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي 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 غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض. لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجره يلعبوا في طقوس بعض كده يعني. باي 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 باي. انبسط انبسط انبسط. العروسه وما بيتكلموش ولا حاجه. هما راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار يعني. طيبين قوي طيبين قوي. اهلا وسهلا شرفتنا شرفتنا. هو مين ده؟ ده ما اعرفش بس يعني ابويا لما اتقتل بالحرب الاخيره ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك. فيعني نورت بس راجل طيب. ها هاي هو ها ها نورت يا عم نورت. ده مين شو بقى؟ التافه بتاع العيلة. قمر قمر وقعدته جميلة. والعلم بزنسمان كده. معاه توكيل عظم. بصي بصي الأنواع. بصي اوعى تكون جايبها لنا هدية. حاجة بسيطة كده. لا ده كتير قوي كتير. ليا طلب تاني. أؤمر يا مش. واحد صاحبي هينحتك كده سوا مع بعض. يلا حبيبي. هو هيطول شوية. مرسي حبيب حبيب. عايزك تقول لي على الفرح. عقبالك عقبالك. تعالى ما تتكسفش تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي مخلوق بيضحك على طول فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا بصي هو يعمل حاجه ظاهره في الجبل ظاهره ظاهره. وبرده مش تافه تاجر جلود من اللي بصي بصي جايب لك ايه؟ هديه بسيطه. تعبت نفسك يا اخي تشكرين عقبال ليلتك. حبيب حبيب مبتسم على طول جميل. انت شايفه عيلتي فين البوفيه؟ وفين اللحمه؟ شايف الفرق بين عيلتي وعيلتك؟ شايفه ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده. يلا اسأس فيه واحنا هنجيب للناس. ابوكي بصراحه يعر. بابا ايه يعر بصراحه. اصحابي هيعرفوا يغني هيدلعوا لك الفرح. ما تخلي تغني انت يا حبيبي تبقى حلوه قوي. تكلمي بجد؟ اه والله والله لا غني. عايزه حاجه تاني؟ يلا غني حبيبي حلوه حبيبي حلوه. فاكرين ان الجو بتاعنا؟ الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في واحنا رايحين الكبرتاج بتاعت الاتوبيس دي. ايوه فاكرينها؟ يلا واحد اثنين ثلاثه. بداي 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 بداي. اموت اعيش ما يهمنيش. اموت اعيش ما يهمنيش. اموت واعيش ما يهمنيش. اموت اعيش ما يهمنيش.